اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المتابعين في حلقة جديدة، ويلا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المتابعين مرة ثانية. اليوم ان شاء الله في حلقتنا هذه حنتكلم عن قرار توطين المهن المحاسبية. حنعرف ايش هي المهن المحاسبية الداخلة في قرار التوطين، وفي نفس الوقت حنتكلم عن ايش هي الشروط التي يجب توفرها في المنشآت التي سوف ينطبق عليها قرار التوطين، ونعرف متى حيبدأ القرار وطريقة حسابه وشروط تنفيذه. فخلونا نشوف الأمور هذه سوا. طبعا أول شيء عندنا الشروط العامة لقرار التوطين. عندنا أول شيء النسب المفروضة، توطين نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن المحاسبية في المنشأة. الشرط الثاني، يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن المحاسبية، والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة. وفي حال استهداف مهن محاسبية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تتماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته، فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى. الشرط الثالث، التسجيل المهني. يشترط حصول المحاسبين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، ولا يتم احتساب المحاسبين غير المعتمدين من ضمن نسبة التوطين المفروضة. الشرط الرابع، الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين. يشترط لاحتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية اللي هو الأجر الخاضع للاشتراك عن 6000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله، ولن يتم احتساب المحاسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار. طبعا الأجر الخاضع للاشتراك هو إما أنك تسجل المحاسب السعودي الحاصل على البكالوريوس أو ما يعادله في التأمينات الاجتماعية في الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي بقيمة 6000، أو مجموع الراتب الأساسي مع بدل السكن يساوي 6000 ريال. أما بالنسبة لحملة الدبلوم فنفس الشيء، يفترض أنه في الأجر الأساسي يكون تسجله في التأمينات براتب 4500، أو الأجر الأساسي زائد بدل السكن يساوي 4500 ريال. بعد كذا عندنا اللي هي المهن المستهدفة. يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن محاسبية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصوص عليها حصرا في الجدول التالي. طبعا المهن اللي موجودة في الجدول هي كالتالي. عندنا أول شيء مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخلية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، رئيس برامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية، كاتب مسك الدفاتر. هذا طبعا فيما يخص المهن المستهدفة. بعد كذا عندنا آلية احتساب نسبة التوطين. يتم مراعاة التفضيلات التالية عند تطبيق القرار. أولا، لا ينطبق القرار إلا على العاملين ذوي المهن المحاسبية المنصوص عليها في الجدول التفصيلي للمهن المحاسبية اللي هي المهن اللي ذكرناها من شوية الآن. ثانيا، لا ينطبق القرار على أي منشأة لديها عدد 4 محاسبين فأقل، يعني أي منشأة عندها عدد 4 محاسبين أو أقل من كذا القرار هذا ما ينطبق عليها. ثالثا، لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات. رابعا،
عند احتساب نسبة 30% من إجمالي المحاسبين في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات، من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى الواحد. بعد كذا تاريخ تطبيق القرار، يتم تنفيذ القرار الوزاري الملزم بتوطين المهنة المحاسبية من يوم 1/11/1442 هجرية. فترة السماح هي الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها. طبعا احنا حاليا لا نزال في فترة السماح. طبعا بعدها عندنا آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية. في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن المحاسبية، مثل إصدار تأشيرات للمهنة ونقل الخدمة للمهنة وتغيير مهنة للمهنة ورخص العمل للمهنة، وهذا بشكل آلي للمنشأة، بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري. ثانيا، في حال وجود عامل يعمل في أحد المهن المحاسبية المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة قيام صاحب العمل بتمكين العامل الغير سعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل والمنصوص عليها في القرار الوزاري. وبكذا أعزائنا المتابعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الحلقة، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديدنا بإذن الله، والسلام عليكم.